وصول جثمان شهيد فتحي رضا فتحي زي ما احنا شايفين زفت العريس شهيد لقمة العيش اصحابه واولاد بلده واولاد عمومته واخواله واهل القرية كلها ماشيين لمسافة طويلة جدا هنا داخل الاراضي الزراعية عشان يوصلوه لقبره. يعني انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. المئات بل يمكن الالاف بيجروا ورا سيارة الاسعاف. انهيار الاهالي هنا، الكل بيجري ورا سيارة الاسعاف لامطار طويلة جدا ما تقرب من كيلو زي ما احنا شايفين معاكم. صمموا ان هم يعني يمشوا ورا سيارة الاسعاف حتى يوصلوا الى قبره. أشهد أن محمد رسول الله. فتحي رضا فتحي 16 سنة طالب في المدرسة، اشتغل على التوك توك علشان يساعد والده، وحيد على 3 بنات، لكن للأسف الشديد يعني أيدي الخسة والندالة امتدت إليه وقطفت هذه الزهرة الجميلة، يعني اللي كان لسه في بداية مرحلة الشباب 16 سنة، وسرقوا التوك توك الخاص بيه والتليفون وكل متعلقاته الشخصية. دعواتكم لفتحي بالرحمة والمغفرة ولوالدته بالصبر والسلوان. والده كان بيرسيه بكلمات صعبة جدا أمام مشرحة المستشفى الدولي، بيقول ظهري اتكسر وحيدي ونور عيني وقرة عيني، كنت مستني واللي يقف على قبري ياخد عزايا، لكن أنا اللي هشيع له جثمانه وهاخد عزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا الجنازة ماشية دلوقتي في طريقها للوصول لمسجد القرية لأداء صلاة الجنازة عليه من بداية القرية. يعني عاوز أقول لحضراتكم المئات من الأهالي واقفين منتظرينه، أصحابه رفضوا إن هم يسيبوه، بيجروا وراء الإسعاف لمسافة طويلة جدا. كل يعني بيطلق الدعوات ليه وبيحاسبنه على القتلة الجناة اللي تجردوا من كل مشاعر الإنسانية والرحمة وأنهوا حياته، قتلوه بعدة طعنات متفرقة وسرقوا التوك توك وتركوه طبعا أسفل الكوبري الجديد بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. ولد وحيد على 3 بنات، جاري تكثيف الإجراءات الأمنية لإلقاء القبض على الجناة اللي لازوا بالفرار بعد ما قتلوه، لسه مش معروفين لحتى الآن، لكن جهود أمنية مكثفة لمديرية أمن الدقهلية لإلقاء. شايفين يعني أصدقائه في حالة صعبة جدا، حالة من الانهيار، كل هنا بيبكي بيدعوا له بالرحمة. مسافة طويلة جدا ماشيين بقالهم كتير، شايفين كلهم شباب زي الورد، صعبا عليهم صاحبهم اللي كان بر بوالدته. والده قال امام المشرحه والله كان بيقبل ايد امه ورجليها كل يوم هو خارج وراجع بالتوك توك، بيطلع الساعه 7 ويرجع اخر اليوم علشان يساعدني اسد ديوني من جوازه اخته الكبيره ونسد اقساط التوك توك. لم يرحمه ضعفه، لم يرحمه طفولته ولا شبابه، وقطفوا هذه الزهرة الجميلة من وسط أسرته وأبناء قريته. دعوتكم لفقيد الشباب شهيد الجنة عريس الجنة فتحي رضا فتحي بالرحمة والمغفرة، وأن يعني طبعا يتم القبض على الجناة ليلقوا مصيرهم المحتوم. سيارة الإسعاف بتحمل الجثمان، شايفين طبعا دخلنا القرية
الناس كلها واقفه هنا عامله ازاي. عايزه اقول لحضراتكم العشرات من التكاتك والموتوسيكلات والسيارات ماشيه وراه كانها بتزفوا بتزف عريس الجنه القبره. شايفين الناس واقفه عامله ازاي، كل في حاله صدمه وذهول. تعالوا لا اله الا الله الشهيد حبيب الله. متابعينا الاعزاء متابعي كبير ميديا، وصلنا يعني القريه، الناس كلها طالعه بتستقبل الجثمان وكانهم بيستقبلوا العريس علشان يزفوا له قبره. محروس التابع لكفر الشرفة بالسملاوين، لكن هيتم أداء صلاة الجنازة عليه هنا داخل عزبة الشرفة. أهالي القرية بيستقبلوه بالدموع والصراخ والبكاء على فقيد الشباب. شايفين معاكم الالاف بل الالاف متواجدين هنا امام المسجد لتشييع الجثمان لمسواه الاخير واداء صلاه الجنازه عليه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. يا رب.
ما زلنا معاكم متابعينا الاعزاء متابعي بكبير ميديا متواجدين مع حضراتكم داخل قريه كفر الشرفه التابعه لمركز السبلاوين بمحافظه الدقهليه. طبعا الجثمان داخل المسجد بيؤدوا عليه صلاه الجنازه فتحي عنده 16 سنه طالب في المدرسه ولد وحيد على ثلاث بنات، كان رايح علشان يشتغل على التوك توك عشان يساعد والده في سداد ديونه من بعد زواج شقيقته الكبرى، وطبعا قتلوه الجناه المجهولين حتى الان وسرقوا التوك توك والتليفون المحمول وانصرفوا. أولازوا بالفرار جرى تكثيف الإجراءات الأمنية للقبض عليه. لا ما هوش فين انزل يلا انزل يلا داخل قرية كفر الشرطة وعيا بقى عشان الأبلة تعرف تصور أنا عشان ما زوجش الأبلة في رحلة بتصور تسلم يا أختي بس يا حضرتك مفيش مكان هتعدي فين؟ لا بس بقى دي عيب دي غريبة عيب 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 خلاص عيب اقف خروج جثمان فقيد الشباب شهيد لقمة العيش من المسجد الآن. شايفين عمه بينبه على السيدات بعدم صراخ أو الصويت عليه، شايفين الكل بيعيط على فقيد الشباب انطلاق الزغاريد.
عملوا حيل وبيجري عملوا حيل فتحي عنده 16 سنة سواء دكتور للأسف الشديد جناح عنده حياته ليس دكتور خاص بي عشان حقه يرجع حسبي الله ونعم الوكيل فيه كل بيتبكى هنا وبيبكي على فقيد الشباب شهيد لقمة العيش فتحي الله 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 الله
زي ما انتوا شايفين يا جماعه اول مره نشوف خشبه بتطير كده كانها بتطير، يعني سبحان الله. وان دل على شيء دل على حسن الخاتمه وحسن اعماله. ناس بتجري ورا الخشبه مش لاقاها الحقيقه. لا اله الا الله، انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله. يعني حتى الناس موجودة على البر التاني زي ما حضراتكم شايفين، الالاف والالاف ماشيين في جنازة فقيد لقمة العيش. مش شاهد حبيب الله. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مش شاهد حبيب الله. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. لا اله الا الله. لا اله الا الله. مش شاهد حبيب الله. لا اله الا الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بيجري يوم حمل حريه. بيجري يا بيت. بيجري يوم. بيجري النهارده يا بيت. عملوا حريه. عايش بحريه في الجنه النهارده يا بيت. عملوا حلو غلبان. من الغلبان. عروسته النهارده مستنيه حريه في الجنه يا بيت. عريس النهارده. عندنا جدعه برضه. عروسته مستنيه. عروسته مستنيه في الجنه يا بيت. طلعنا غلبان بقى. من دور فتحك. احنا متابعين معاكم متابعين الاعزاء متابعين مبشر بمصر معزه تشييع ابو سمان. الله اكبر. جاي معانا من 16 سنه. من هنا؟ لا هنا. سلام عليكم يا اولاد. اوطاني في المدرسه بقينا السلام عليكم. الله يوصلكم. نتوقع تحسين من الدخل. مساعدة ابو فضل فقط. الوصول لهيك يعني اكلوا سر خد منها التليفون يا رب. شايفين اخته؟ لا اله الا الله. الشهيد حبيب الله. لا اله الا 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 الله. الشهيد حبيب الله. لا اله الا الله. Oh!